انا اسف سمو الامير للتاخير، ولكن يعني انا اعرف لديك ارتباطات ولديك ايضا. ما لدي ارتباطات، انت قلت لي قبل خمس دقائق انكم جاهزين. نعم. والمفروض يا اخي لما ما تكونوا جاهزين هذه ما هي باحترافيه انك توقفني وانت ما انت جاهز. نعم. انا اسف عشان كذا مضطر معك اللقاء، لو كنت صادق معي وقلت لي بعد خمس دقائق حنكون على الهواء كان اجرت معك اللقاء. بس كان في لقاء مع رئيس الاهلي طبعا. انا حتى لو انت قلت لي انك جاهز. نعم. يعني ما هي يعني تضحك علي. لا لا استغفر الله العظيم، عفوا سمو الامير، ولكن يعني الموضوع ليس بيدي انا، هناك كان رئيس الاهلي يتحدث. الله يطول عمرك، قلت لي الان احنا على الهواء ووقفتني ثلاث دقائق وهذه حصلت قبل المباراه وما قلت شيء، فلا لانكم ما كنتوا واضحين معي انا اسف اني ما اقدر اسوي لك. شكرا. بس طيب طيب سمو الامير، اذا الامير عبد الرحمن بن سعد يعتذر عن التصريح، ناسف لهذا التاخير، ولكن يعني انتقل لزميلي احمد سوقي مره اخرى، الكلمه لك.